صباح الخير، برحب بكم في لايف جديد على صفحات اليوم السابع من هنا من قرية أبو سمبل النوبية بمحافظة أسوان. يعني هذه القرية التي تعد مسقط رأس المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم. هذه القرية هي شاهدة على يعني ولادة أسرة المشير محمد حسين طنطاوي وولادة والده الذي انتقل إلى القاهرة، وهناك ولد المشير محمد حسين طنطاوي في منطقة عابدين سنة 1935. انتقل المشير محمد حسين طنطاوي بعد ذلك إلى هذه القرية، قرية أبو سمبل بمحافظة أسوان، ليقضي جزءا من طفولته في هذه القرية. هنا يعني كان أصدقائه القدامى، أصدقاء الطفولة، هنا ولد ولعب المشير محمد حسين طنطاوي قبل أن يعود مرة أخرى إلى القاهرة لاستكمال دراسته واستكمال مشواره العسكري في الكلية الحربية التي تخرج منها عام 1956. المشير محمد حسين طنطاوي شارك في ثلاثة حروب، حرب عام 1967 بالإضافة إلى حرب الاستنزاف، وبالإضافة إلى نصر أكتوبر عام 1973. المشير محمد حسين طنطاوي يعني تقلد العديد من المناصب العسكرية، منها وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وكان درعا حصينا لحماية البلاد خلال الفترة العصيبة عقب تخلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن منصبه. هذه القرية التي لحق التي شهدت نشأة المشير محمد حسين طنطاوي لحقت بها بعض التطوير والإحلال والتجديد لبعض المنازل، ولكن هذا الشارع هو الشارع الذي يعني شهد نشأة وتربية المشير محمد حسين طنطاوي. يعني كما نرى أن هناك إحلال وتجديد للمنازل النوبية في قرية أبو سمبل، وهي القرية وهذا الشارع تحديدا هو الشارع الذي يعني شهد نشأة المشير محمد حسين طنطاوي، حيث كان منزل أسرته في هذا الشارع كما نرى، وهنا كان يزور شقيقه ووالده في فترة الطفولة، ثم تردد على هذا المكان لزيارة شقيقه في بعد ذلك في بعد كبره، ثم انقطع عن زيارة محافظة أسوان بسبب ظروفه الوظيفية العسكرية. عدد من أهالي القرية اتشح بالسواد حزنا على رحيل يعني صديقهم القديم، صديق الطفولة المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم.
قرروا أن يعني يعملوا عزاء للفقيد، وجاري الترتيب لهذا العزاء. يعني قصة عدد من أصدقائي القدامى حكايات عن طفولة المشير محمد حسين طنطاوي ابن النوبة، الذي يعني قضى طفولته في قرية أبو سمبل النوبية التي تختلف عن مدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان. قصوا وقالوا أنه كان يفضل يعني هواية لعب كرة القدم، وكان كثيرا ما يعني يلعب كرة القدم في مركز شباب القرية في فترة الطفولة. أعزائي المشاهدين، من يعني شارع الذي شهد طفولة المشير محمد حسين طنطاوي، حيث تقيم أسرته في قرية أبو سمبل بمحافظة أسوان، كنت معكم عبد الله صلاح من محافظة أسوان. شكرا لكم.